في الفيديو السابق تعلمنا قليلا عن ما هو الجزيء الكيرالي، أو ما هو الكربون الكيرالي، أو ما هي الذرة الكيرالية. ما أريد عمله في هذا الفيديو هو تناول العديد من الأمثلة لنرى إذا كان من الممكن تحديد إذا ما كان هناك أي ذرات انطباقية أو كيرالية، ولنرى أيضا إذا كنا نتعامل مع جزيء كيرالي. إذا لنفحص الأمثلة هنا. هنا لدينا ما هذا؟ هذا كلوروسايكلوبنتان. إذا السؤال الأول، هل لدينا أي ذرات كيرالية انطباقية؟ عند النظر إلى التعريف الذي فكرنا به بالنسبة للذرات الكيرالية، كل هذا يأتي من فكرة وعدم عدم القدرة لتكون متطابقة بشكل كبير على بعضها. لكن قلنا أنه يجب أن يكون هناك مجموعة، أربع مجموعات مختلفة. نرى أي كربونات هنا بأربع مجموعات مختلفة. حسنا، كل سي اتش 2 مرتبطة مع سي اتش 2 أخرى، سي اتش 2 أخرى، ومن ثم اثنان اتش 2 يمكن رسمها كذا، اتش و اتش. إذا هم مرتبطين مع إثنان المجموعات نفسها، لذا ولا واحدة من هذه السي اتش 2 هي مرشحة جيدة لتكون مركز كيرالي أو كربون كيرالي. كلاهما مترابط مع، أو كل منهم مترابط مع إثنان هيدروجين وإثنان أخرى تبدو مثل مجموعات السي اتش 2، بالرغم من أنه يجب أن ننظر إلى المجموعات كلها التي ترتبط به، لكن كلها بالتأكيد مترابطة مع إثنان هيدروجين، لذا هي ليست أربع مجموعات مختلفة. إذا نظرنا إلى هذا السي اتش 2 هنا، السي اتش هنا، يمكن فصلهم بهذا الشكل، يمكن فصل الاتش بهذا الشكل. وبما أنها مترابطة مع الهيدروجين، هذا الكربون مرتبط مع الكلور، من ثم هو مرتبط مع، حسنا، ليس واضحا عند النظر إليه. ما إذا كانت هذه المجموعة هي مختلفة عن هذه المجموعة؟ لكن إذا سنا في الأنحاء، إذا قمنا بقسمه إلى النصف بهذا الشكل، أو ربما يوجد طريقة أخرى أفضل. إذا قمنا بالسير في أنحاء هذا الجزيء بهذا الاتجاه، باتجاه عكس عقارب الساعة، سنصطدم بمجموعة سي اتش 2، ومن ثم سنواجه مجموعة سي اتش 2، ومن ثم سنصطدم بواحدة ثالثة، ومن ثم نواجه مجموعة سي اتش 2 رابعة، ومن ثم سنعود إلى حيث كنا من قبل. إذا سنصادف أربع مجموعات سي اتش 2، ومن ثم سنعود إلى حيث كنا في البداية. إذا سنا في هذا الاتجاه، ماذا يحدث؟ سنواجه مجموعات 1 2 3 4 من السي اتش 2، ومن ثم إلى حيث كنا في السابق نعود. إذا كل هذه المجموعة السفلية تعتمد على كم البعد الذي نريد أن نسير به، وهذه المجموعة العلوية هي نفس المجموعة. إذن هذا ليس مركز كيرالي، أو ليس كربون كيرالي، ليس كربون كيرالي، not chiral carbon or center. هو ليس مترابط مع أربع مجموعات مختلفة، وهذا ليس أيضا جزيء كيرالي، لأنه ليس لديه مركز كيرالي. ولرؤية أن هذا ليس جزيء كيرالي، لنرى إذا كان بإمكان التراجع لنعود إلى الطريقة التي كتبتها من قبل. إذا لرؤية أن هذا ليس جزيء كيرالي، هناك عدة طرق يمكن التفكير بها. أسهل طريقة، أو كما أفكر بذلك، هو التفكير في صورة المرآة. صورة المرآة ستبدو هكذا. إذا كانت هذه المرآة، سيكون لدينا الكلور، ومن ثم لدينا سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش، ومن ثم لدينا سي اتش 2 سي اتش 2، ومن ثم نكمل البنتان الحلقي سايكلوبنتان. الآن في هذه الحالة، هل هناك أي طريقة لتدوير هذا لنحصل على هذا؟ حسنا، إذا أخذنا الجزيء هنا وإذا قمنا بتدويره 180 درجة، كيف سيبدو؟ كيف سيبدو؟ حسنا، ليس تماما، حسنا، ليس تماما 180 درجة، لكن إذا قمنا بتدويره بحيث الكلور يسير تقريبا بهذا البعد، سنحصل على نفس الجزيء بالضبط. سنحصل على شيء سيبدو نوعا ما مختلف، سيبدو هكذا. لنرى إذا كان بإمكان عمله بشكل منصف، سيبدو هكذا. سيكون لدينا CH2، سيكون لدينا سي اتش 2 لنقوم به في الاعلى هنا، حيث لدينا فراغ اكبر نوعا ما. اذا اردنا تدوير هذا الجزيء بهذا البعد، سنحصل على سي اتش، سنحصل على الكلور، ومن ثم لدينا سي اتش 2، ومن ثم سي اتش 2، ومن ثم لدينا سي اتش 2 سي اتش 2، ومن ثم سيكون لدينا CH2 أعلى هنا.
إذا قمنا بتدوير هذا بهذا الشكل أو في الواقع هذا غالبا بالضبط 180 درجة سيبدو هكذا. والفرق الوحيد بين هذا وهذا كيف رسمنا هذه الرابطة فقط. يمكن بدلا من رسم هذه الرابطة بهذا الشكل كان ممكن رسمها بمواجهة لأعلى بهذا الشكل. وهذا هو نفس الجزيء بالضبط. إذا هذا الجزيء أيضا ليس كايرالي. ليس كايرالي، not كايرال. لنذهب إلى هذا هنا. ما هو هذا؟ هذا هو برومو كلورو فلورو ميثان. برومو كلورو فلورو ميثان، فقط لممارسة التسميات قليلا. لكن واضح جدا أننا مرتبطين مع أربع مجموعات مختلفة، كل من المجموعات مختلفة أو الذرات في هذه الحالة هي مختلفة. إذا هذا الكربون، إذا هذا الكربون ما هو مركز كايرالي، كايرال، كايرال كربون. ويجب أن يكون واضح جدا بحيث هو أيضا جزيء كايرالي. إذا أخذنا صورته بالمرآة، وهذا مشابه جدا للمثال الذي قمنا به في الفيديو الأول على الكيرالية، لكن صورة المرآة ستبدو بهذا الشكل. لدينا البروم على اليمين الآن، الهيدروجين ما يزال في الخلف، ولدينا الفلور في الأعلى منه. مهما قمنا بمحاولة تدوير هذا الشيء، إذا حاولنا الحصول على البروم على طول المسار هنا، على طول المسار في هذا الموقع، الهيدروجين سيكون في هذا الموقع، والكلور سيكون في هذا الموقع. مهما حاولنا أن نقلب هذا أو ندوره أو ننقله، لن نكون قادرين على تطبيق هذا الجزيء على هذا الجزيء هنا. إذا هذا مركز كايرالي وهذا جزيء كايرالي، كايرال، كايرال، كايرال موليكيول. وهناك كلمة تصف هاتين النسختين. سوف نخوض في تسميتهم لاحقا، وهذا نوعا ما متعلق بالموضوع، سنقوم بفيديو مفصل عن هذا. لكن هناك نسختين من البرومو فلوروميثان، هناك نسختين منها، أحيانا لديهم خصائص كيميائية مختلفة، وتسمى هاتين النسختين إنانشيومرز. إنانشيومرز، وهي عبارة عن صورتين لبعضهما البعض، لبعضهما البعض، صورتين لبعضهما البعض. هذه كلمة كلها مصطلحات، متزامرات فراغية، ستيريو ايزومرز. من المؤكد أن كلمة متزامر مألوفة لكم، والايزومر تعني أن لدينا نفس الذرات في الجزيء، لكن لدينا أنواع أخرى من الايزومرات. لدينا ايزومرات أساسية، حسنا، هي عبارة عن أشياء مختلفة متصلة مع أشياء مختلفة أخرى. الايزومرات الفراغية هي نفس الأشياء المتصلة مع نفس الأشياء. لدينا الكربون متصل مع الفلور، الكلور متصل مع الكربون، الهيدروجين متصل مع الكربون، البروم متصل مع كربون. إذا كل الأشياء نفسها متصلة مع الأشياء نفسها، لكن هي تشكيلات أو تكوينات ثلاثية الأبعاد، حيث أننا نتعامل مع الجزء النمطي. الكيمياء الفراغية هي دراسة المركبات بشكل ثلاثي الأبعاد، وبالأساس فهم الهيكل ثلاثي الأبعاد الفعلي لهذه الأشياء. إذا الأيزومر المكرر يعني أن لدينا يعني أن لدينا نفس الذرات، والتي لديهم نفس نفس التي لديهم نفس الترابطات مع بعضها البعض. البروم ما يزال مرتبط مع الكربون، وما يزال متصل مع الهيدروجين، وكل شيء نفسهم هنا، لكن الأبعاد الثلاثية لها ما تبدو مختلفة. وفي هذه الحالة، حيث أنهم صور لبعضهم البعض، نسميهم إنانشيومرز. إنانشيومرز. وربما كان يجب أن أعمل توضيح في الفيديوهات السابقة. كنت أحيانا أستخدم كلمة تكوينات configurations، أو أستخدم كلمة هيئات أو تشكيلات conformations. إذا أحيانا كنت أستخدم كلمة تكوينات configuration، وأحيانا كنت أستخدم كلمة هيئات conformation. وفي الواقع كان يجب أن أكون أكثر دقة في هذه. عند التحدث عن التكوينات، فنحن عمليا نتحدث عن هياكل أو بنيات مختلفة، يعني نتحول من تكوين واحد إلى تكوين آخر. يجب عمليا أن نكسر الروابط ومن ثم نعيد تجميعها. إذا هذه تكوينات مختلفة، لأنه حتى تكون نفس الشيء يجب علينا أن نبدل ربما البروم والهيدروجين من حيث ارتباطهما مع الكربون. لذا هذه تكوينات مختلفة. التشكيلات أو الهيئات هي أشكال مختلفة أو وجهات مختلفة لنفس الجزيء، لنفس الجزيء. إذا عندما تحدث عن السايكلوكسان، عندما يكون بهيئة القارب، هذا السايكل هنا السايكلوكسان عندما يكون في هيئة القارب، وهذا السايكلوكسان عندما يكون في هيئة الكرسي، هو نفس الجزيء بالضبط مع نفس الترابطات، ولم نفصل أي روابط أو لم نعد وصل أي روابط، لكن قمنا بقلبها قليلا. إذا هذه إثنان من الهيئات المختلفة.
هذه ثان من التكوينات المختلفة، لأن تحول من تكوين واحد إلى آخر يجب إعادة ترتيب الروابط. الآن لنفحص هذا الجزيء هنا، هل يمكن أن نحدد مراكز مكررة أو كربونات كيرالية أو ذرات كيرالية؟ لدينا هذا الكربون هنا، لنرى هذا الكربون هنا مترابط مع الكلور، الهيدروجين، البروم، ومن ثم كربون آخر. إذا هذا مترابط مع أربع مجموعات مختلفة، إذا هذا هو كربون كيرالي. أحيانا نقوم بوضع علامة النجمة هناك. إذا نظرنا إلى هذا الكربون هنا، حسنا هو مترابط مع الفلور وكربون آخر، لكن هو مرتبط مع اثنان هيدروجين، لذا هو ليس كايرالي. لدينا مجموعتين متشابهتين، حتى يمكننا أن نرى القليل من محور التناظر من خلال هذا. إذا نظرنا إلى هذا يمكن أن نقوم بقلبه وسوف يكون نفس الشيء، لكن هذا هنا هو مركز كايرالي، هذا مركز كايرالي أو كربون كايرالي أو ذرة كايرالية أو كربون متماثل، سنراه مستخدما بأشكال مختلفة. ولأن هذا الجزيء لديه مركز كايرالي سوف نرى هذا، إذا أخذنا صورة المرآة له سيكون إنانشيمر. هذا ليس سهل تطبيقه على صورة المرآة، قد تحاولون رسمه، وفقط لكي تعرفوا فإنه لا داعي أن تقوم برسم صورة المرآة على الجانب الأيمن. يمكن رسم صورة المرآة على الجانب الأيسر. إذا أردنا رسم صورة المرآة ستبدو بهذا الشكل، سيكون لدينا الفلور، الكربون، الكلور، لدينا اثنان هيدروجين، ومن ثم لدينا الهيدروجين هنا، ومن ثم سيكون لدينا البروم هنا. لا يهم ما نحاول فعله، إذا حولنا قلب هذا أو أيا كان لن نكون قادرين أبدا على تطبيق هذا على هذا في الأعلى. إذا هذه إنانشيومرز، كل هذه عبارة عن أنزيمات فراغية بالنسبة لبعضها البعض، وأي من هذه بغض النظر أي واحدة منها نختار فهي جزيئات كيرالية. فهي جزيئات كيرالية، كيرال موليكيولز. لقد تجاوزت الوقت المحدد في هذا الفيديو، سنكون في الفيديو التالي، نراكم.